السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب السادس الإعدادي فرع الفنون، أهلا وسهلا بكم في أسئلة لما الامتحانات لبعض المواد الفنون اللي هي تاريخ الفنون، فن التشكيل الحديث والفن البيئي وعلم الجمال، الأسئلة اللي إجت العام في الدور الأول والدور الثاني. مثل ما تعرفون أنه هو هذا فرع جديد، وفرع العام يلا صار في وصلوا الى السادس اعدادي، وكانت اول سنه يدخلون وزاري امتحان وزاري والسنه الثانيه، فهذه الدور الاول والدور الثاني لهذه المواد الثلاثه. اول شيء عندنا تاريخ الفن التشكيلي، الماده الامتحان الدور الاول 2022 وكانت كالاتي: ملاحظه، اجب عن 5 اسئله فقط ولكل سؤال 20 درجه. السؤال الاول: عرف 5 من ما ياتي. أوغست ريناوا، أسلوب الكولاج، الوحشية، الفن الحركي، إسماعيل فتاح الترك، وسعد شاكر. السؤال الثاني: فرع ألف، عد 5 فقط من العوامل التي أدت إلى ظهور الفن الحديث. فرع باء، أكمل 5 من العبارات الآتية بما يناسبها: اهتم الانطباعيون بفراغ الأشكال وفراغ الخطوط. من لوحات الفنان فان كوخ: فراغ وفراغ. أنواع التكعيبية: فراغ وفراغ. 3-4: الحركة الدادائية ظهرت في القرن فراغ في عام فراغ. أسس فائق حسن فراغ في معهد الفنون الجميلة عام فراغ. نفذت معظم أعمال خالد الرحال بمادة فراغ، ويعد أول نحات عراقي محاصر ينحت على فراغ. عندنا السؤال الثالث، فرع ألف، اذكر أسماء الفنانين الذين قاموا برسم الأعمال الآتية، أجب عن 5 فقط: تفتت الجليد، العبرمة في السباق، الليل المكوكب، الوجه البلوري، الوداع بعد الغروب في الفرات. وفرع باء، اذكر 5 نقاط فقط في توثيق نشاطات الرواد في العراق. السؤال الرابع، علل 5 من ما يأتي: أولا، ظهور الأشكال الهندسية في أعمال سيزان المركبة. ثانيا، تحول فن شاكر حسن آل سعيد إلى التجريد. 3، القسم الثاني للسريالية من حيث طريقة الأداء أقرب إلى الأشكال التجريدية. 4، زواج محمد غني حكمة بين التراث والمعاصرة. 5، اتجه سعد شاكر في السنوات الأخيرة نحو التأكيد على القيمة الجمالية في أعماله الخزفية. 6، تشير الدراسات والبحوث إلى التي تناولت موضوع الفن الحديث إن بدايته كانت في إيطاليا. السؤال الخامس، أجب عن 2 من ما يأتي: اكتب في نصف الشهيد. ثانيا، عدد 5 مراحل مختلفة من فن بيكاسيو. استخدم الفنان صالح القرغلي مواد انفرد بها، وضح كيف جسدت الفكرة. وفرع باء، اذكر 5 فقط من خصائص المدرسة الوحشية. السؤال السادس، استخدم سعد شاكر السيترون وير في حرق الالوان، وضح ذلك. اجب عن 1 فقط من ما ياتي: اكتب في طريقة تنفيذ ميران السعدي لتمثال النسور. اكتب ما تعرفه عن خالد الرحال. بالنسبة إلى النسخة الثانية، الدور الثاني من تاريخ الفن التشكيلي، أجب عن 5 أسئلة فقط: عرف 5 من ما يأتي: الحداثة، الفترة الرومانتيكية، ميداردو روسو، التغريب، عاصم حافظ، وسيزان. أكمل 10 من العبارات الآتية: كان أثر الشاعر الفرنسي بودلير واضحا في نشر حركة الفن الحديث، إذ كان يوجه أو يدعو إلى فراغ. ظهور المدرسة الانطباعية هي بداية نشوء فكرة فراغ. فراغ عشق موضوعات الطبيعة والخطوط التي تطبعها الجذور والأغصان على قماش اللوحة. اكتشاف أنبوب اللون في أواسط القرن فراغ. اشتهرت أعمال فان كوخ بالانفعالات فراغ وفراغ المتأججة. 6، تتميز أعمال كوكان بالموضوعات فراغ والبدائية من الحياة. 6، تتميز أعمال كوكان بالموضوعات فراغ والبدائية من الحياة. 7، فراغ هو أسلوب استخدمه بيكاسو ينطوي على إغراب وإغراق في السخرية والتشنيع. الأوب يعني فراغ. 9، فراغ استطاع أن يشكل اتجاها وتميزا في الفن المعاصر في العراق. 10، تميزت أعمال فائق حسن بقدرة فنية عالية في رسم فراغ وتصوير البيئة. 11، محمد غني حكمة فنان بالفطرة، ولد عام فراغ في بغداد. انسب اللوحات التالية إلى رساميها:
أجب عن خمسة فقط: الطريق السريع، كاتدرائية روان، أوضاع، كسرة خبز، الأرجوحة، غذاء فوق العشب. باء: عدد خمسة فقط من خصائص المدرسة الانطباعية. السؤال الرابع: علل خمسة من ما يأتي: تتميز التكعيبية التحليلية بإدخال مجموعة صور في صورة واحدة. أكد النحات ألكسندر كالدار الحركة الفعلية في النحت. لقد أوجد شاكر حسن آل سعيد ضربا من ضروب التأمل. رابعا: ترى الشكل الخزفي المتناظر قد يتخذ شكلا محورا عند سعد شاكر أو محورا. للفنانين الرواد والجيل الثاني منهم والمعاصرين أهمية للحركة التشكيلية في العراق. ستة: تنشأ عن أسلوب الفرتاج الذي يعتمد على ملء أشكاله الغريبة التي لا يرسم غير خطوطها الخارجية صور تستثير الخيال. السؤال الخامس: أجب عن اثنين مما يأتي: عدد فقط أنواع التعبيرية. اثنين: أكتب عن المرحلة الكلاسيكية من فن بيكاسو. ثلاثة: أذكر خمسة من الأعمال الفنية النحتية لجواد سليم. السؤال السادس: فرع ألف، عدد خصائص السريالية. فرع باء، أجب عن واحد فقط من ما يأتي: وضح كيف نفذ بيكاسيو أعماله النحتية. وثانيا: أذكر خمسة من أعمال حافظ الدروغي. عندنا بالنسبة للمادة الثانية اللي هي مادة علم الجمال، أيضا امتحان الدور الأول 2022، ملاحظة: أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال 20 درجة. عرف خمسة من ما يأتي: فلسفة الفن، علم الجمال، السفسطائيون، مبدأ الفيض، هيكل أرسطو. السؤال الثاني: ما هي السفسطة؟ عددها. فرع باء: املأ خمسا من الفراغات الآتية بما يناسبها. تعد أسطورة الكهف من أهم مؤلفات الفيلسوف فراغ. فراغ وهو أسلوب يتخذ من الفكر وبناءه منهجا يعتمد من خلال الجدل. فراغ وهو أبو النصر بن محمد بن طرخان، المولود سنة 257 870 والمتوفي سنة 339-950. مدرسة التحليل النفسي هي المدرسة التي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وارتبطت باسم العالم النمساوي فراغ. لقد التزم سقراط المنهج فراغ، ويعني لكل شيء أو ظاهرة غاية لظهورها أو بنائها فراغ، ويعني علم الأساطير. السؤال الثالث: اكتب في الفن عند الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي جون ديوي. السؤال الرابع: على الاثنين مما يأتي: لقد قام العرب المسلمون بحركة نشيطة للترجمة والنقل. يصف الفارابي الاستماع إلى أنواع خاصة من الموسيقى في أوقات خاصة من النهار وتحت ظروف معينة جزء من علاج بعض الأشخاص. ثلاثة: إن اللذة عند أرسطو لا ضير منها. فرع باء: أجب بنقاط عن واحد مما يأتي: ما النظريات التي تفصل أصل الفلسفة الإغريقية؟ ثانيا: المعرفة عند الفارابي تتركز على أعمدة ثلاث، ما هي؟ السؤال الخامس: أجب عن أحد الفرعين، بيّن ما تعرفه عن النظرية الفلسفية لأفلاطون. فرع باء: ما المراحل التي يعتمدها سقراط في تحكمه وتولده؟ وضحها. السؤال السادس: ما ردك على الإدعاءات التي تجعل من الفكر الفلسفي والفكر الفلسفي الجمالي وعلم الجمال يعيق العمل الأداء التجريبي التطبيقي؟ اكتب خمس نقاط فقط. عندنا النسخة الثانية من العلم الجمال للدور الثاني. أولا: أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال 20 درجة. عرف خمسة من ما يأتي: الفن، الجمال، فيثاغورس، كارل يونغ، المحاكاة عند أرسطو، الديلاتيك. أجب عن فرعين من ما يأتي: لقد فصل الفيلسوف روكسن بين نوعين من الزمان، ما هما؟ ما العمليات الإبداعية عند أرسطو؟ جيم: بيّن ما تعرفه عن المختصر في الفن والجمال عند الفارابي. السؤال الثالث: تحدث بإيجاز عن تقسيمات بن سينا للوظائف النفسية. السؤال الرابع: أكمل خمسة من العبارات الآتية بما يناسبها. فراغ وهي كلمة يونانية من مقطعين وتعني العمل أو المنفعة. فراغ المسؤول عن التخيل وتركيب الصور الذهنية. ثلاثة: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن علي الملقب فراغ، ولد في بخارى في جمهورية أوزبكستان عام 980. تتألف آلة الموسيقى المسمى المونوتورت من فراغ واحد فقط. فراغ هي الدراسات التنقيبية في الأحاسيس والمشاعر ذات الطابع العاطفي الوجداني. أول من اعتمده الفيلسوف ألكسندر فوماجارتن من حالات فراغ النظر إلى الأحداث البعيدة في سياقها. أجب عن فرع
واحد فقط، بين نقاط الخلاف بين أفلاطون وتلميذه أرسطو الذي تبين فلسفة أرسطو. عدد بإيجاز منطلقات الحداثة. السؤال السادس: ما الاتجاهات التحليلية التي تبين علاقة الفن بوصفه أداة تنظم المعرفة؟ أجب باختصار على شكل نقاط. عندنا بالنسبة إلى مادة الفن البيئي، الفن البيئي اللي هي الدور الأول أيضا 2022، ملاحظة أجب عن 5 أسئلة فقط ولكل سؤال 20 درجة. عرف 5 من ما يأتي: الفن البيئي، المؤامرة البصرية، نظام التسقيف، علم الجمال البيئي، علم النفس البيئي، أينشتاين. السؤال الثاني: علل 2 من ما يأتي: خطط المعماري المسلم لتكون المباني متناغمة مع الضوء. ثانيا: تميز الطابق العلوي للشناشيل في بنائه من الخشب. ثلاثة: لقد اختار اليونانيون والصينيون في إنشاء مبانيهم في ناحية الجنوب. فرع باء، أجب عن 1 فقط من ما يأتي: يمكن تقسيم البيئة على وفق توصيات مؤتمر ستوكهولم عام 1972 إلى 3 عناصر، ما هي؟ عددها وتكلم عن واحدة منها فقط. ثانية: ما العوامل البيئية المؤثرة على الشكل المعماري؟ عددها. السؤال الثالث: اكمل 5 من العبارات الآتية بما يناسبها. أولا: بالإمكان تعريف الفن براغ بأنه فرع من فروع علم الأحياء الذي يدرس التفاعلات بين الكائنات الحية وبيئتها الفيزيائية الحيوية. اثنين: لقد أثبت العالم براغ في نظريته النسبية بأن سرعة الضوء في الفضاء ثابتة لا تتغير، وأنها أعلى سرعة على الإطلاق. ثلاثة: إن أزياء المناطق براغ في العراق تمتاز بكونها فضفاضة وذات ألوان زاهية وتصنع من أقمشة سميكة وقوية. رابعا: إن البيئة تشمل الإنسان الفرد وأسرته واجتماعه وكذلك الكائنات الحية في المحيط الحيوي. خمسة: تعد منظمة فراغ مصدرا للمعلومات عن كل نشاط للفنانين الناشئين وربط شبكات من المنظمات التي تشاطرها الرأي في جميع أنحاء العالم. ستة: لقد توصل العالم جيمس برادلي عام 1728 إلى سرعة الضوء ورقم قريب للصحيح وهو فراغ. السؤال الرابع: أكتب بإيجاز عن 4 مما يأتي: المشربية أو الشنشول أو الروشان. لغرض تحقيق الإضاءة الجيدة يجب اتباع أساليب معينة، ما هي؟ ثالثا: ما هي فوائد نظام التهوية الصناعية؟ 4: استطاعت العمارة الإسلامية أن تستغل أشعة الشمس بأسلوب علمي، ما هي فوائده؟ 5: ماذا عرف فؤاد زكريا التكنولوجيا؟ السؤال الخامس: من خلال الجو الثقافي العلمي الذي شاع في أوروبا وفي ألمانيا بالتحديد، نشأت هناك مدرسة باسم الباهاوس عام 1919، اكتب عنها بالتفاصيل. السؤال السادس: أجب عن 2 مما يأتي: أولا، مألف، ما السمات المميزة للعمارة الإسلامية في العراق؟ فرع باء، هناك 3 أنواع من الانبهار، ما هي؟ عددها مع الشرح. جيم، يمكن تصنيف معالجة الفضاء بينيا أو بيئيا في نقاط عدة حسب ما ذهب إليه الدكتور جبار العبيدي، اذكر أهمها. عندنا بالنسبة إلى الدور الثاني للمادة في الفن البيئي، السؤال الأول: أجب عن 1 الفرعين. يتكون النظام البيئي من مكونين 2، ما هما؟ وأشرح واحدة منهما فقط. فرع باء: عدد النظم المترابطة التي تتكون منها البيئة الطبيعية. السؤال الثاني: عرف 5 من ما يأتي: البارفليت، جيمس برادلي، العدد الموجبي، الانبهار التكيفي، المشحوف، الفلورنس. السؤال الثالث: ضع الكلمات التالية في الفراغات المناسبة: الباهاوس، الأهوار، التربية البيئية، فولمان، الضوء، ووريد، جورج سيجال أو سيجال، المؤامرة البصرية. ذهب فراغ إلى أن هناك سلوكيات عديدة غير لفظية تستخدم في التواصل والتفاعل بين الأشخاص بسبب تأثير البيئة المشيدة. قد جاء تعريف فراغ بأنها العملية التعليمية التي تهدف إلى تنمية وعي المواطنين بالبيئة والمشكلات المتعلقة بها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات. 3: تحول إنتاج الأعمال الفنية إلى عملية تجارية تجمع بين التكنولوجيا والفن مثل حركة فراغ في ألمانيا. 4: تعد البيوت أو الأكواخ المصنوعة من القصب وهي المادة الخام للبناء في منطقة فراغ هي بمثابة جزر صغيرة عائمة على سطح الماء. 5: يعد فراغ عنصرا أساسيا في الكون له كيان ضمن البيئة. 6: فراغ هي مقدرة العين في التركيز على الأشياء التي توجد ضمن مسافات مختلفة من العين. السؤال الرابع: هناك قول المصمم والمنظف لوكو بوزيه يذكر فيه أننا ننشأ أبنيتنا ومن ثم هي تنشأنا.
في إشارة واضحة حول مدى فعالية البيئة وتأثيرها بسلوك المستخدم، وضح ذلك بنقاط. سؤال خامس، اكتب في اثنين مما يأتي: البيئة بالنسبة للإنسان، الانبهار المطلق، حدة البصر. السؤال السادس، أجب عن فرع واحد مما يأتي: فصنف روبا بورت العوامل المؤثرات في الشكل المدرك حسيا من خلال نوعين من المحددات التي تؤثر في سماته. تكلم عن واحدة فقط. فرع باء، ما أثر الجماليات البيئية على الفرد والمجتمع؟ عدد هذه الآثار فقط. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.